أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. اليوم لنا تغطية خاصة من أرض كربلاء المقدسة، من أرض الإمام الحسين عليه السلام، مع السيد معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي في مدينة الإمام الحسن المجتبى. خليكم ويانا. ربي هب لي حكمه واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل سواء في الزيارات المليونية أو الأيام الاحتيالية، وأكيد
اليوم عندما نقرأ وعندما تقول هناك الإحصائيات بأن محافظة كربلاء المقدسة ومؤسسات الصحية تستقبل أكثر من 40% من وافديها من خارج محافظة كربلاء المقدسة، إنما هو مؤشر حقيقي على تنامي القدرات، مؤشر حقيقي على قوة الإرادة الحقيقية الصلبة التي أوصلت المؤسسة الصحية إلى هذه القدرة والإمكانيات. اليوم محافظة كربلاء المقدسة معنية أكيد بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة ومع دائرة صحة كربلاء المقدسة بشكل خاص في تنمية هذه القدرات وبتصاعد هذه الخدمات. محافظة كربلاء المقدسة اليوم عندما تفتتح مشاريع وعندما تتعاون مع الوزارة في تشغيل مشاريع وعندما نتعاون في تبادل الأدوار في آليات عمل مهمة على مستوى البنى التحتية أو على مستوى المستلزمات أو على مستوى تطوير القدرات، إنما نصل إلى الهدف الحقيقي السامي ألا وهو المواطن. اليوم طبعاً هذا المؤتمر أكيد واحدة من الثبات الأساسية. مستشفى الإمام الحسن المجتبى هذه المؤسسة الصحية المهمة التي تقدم مقدم الخدمات، نعم مرت بظروف صعبة على مستوى التشييد والبناء ومرت بظروف صعبة على مستوى التشغيل ابتداء قبل عامين، ولكن الحمد لله تضافر الجهود الكبيرة أوصلت هذه المؤسسة اليوم إلى أن تقدم خدمات كبيرة. محافظة كربلاء المقدسة مستمرة بإذن الله تعالى بهذا الدعم وهذا التنسيق الكبير مع الوزارة، خاصة وأن اليوم على رأس الوزارة معالي الوزير الذي هو أعلم بالمحافظة واحتياجاتها، أعلم بهذه المحافظة وما تحتاج أن تقدمه إلى أبناء محافظة كربلاء المقدس وإلى الزوار الأكارم. محافظة كربلاء المقدس نحن نعلم مدى إمكانية والقدرات والإمكانيات الكبيرة في الموارد البشرية، خاصة في موضوع ما يتعلق بتوفر الكفاءات الطبية العالية. اليوم هناك تقدم كبير على مستوى البنى التحتية والمستلزمات. إذن الحمد لله نستطيع أن نقول أن كربلاء المقدس تقف في الخط الأول وفي الصف الأول في الخدمات الصحية على مستوى العراق، ولكن هذا أكيد طموحنا أكبر، طموحنا أن نقدم خدمات أكبر وطموحنا أن نقوم بكذلك بإجراءات مهمة في سبيل أن تبقى دائماً كربلاء المقدسة متقدمة في كل ميادين، في الميدان الصحي أولاً وفي ميدان خدماتي والإعمار والتنمية في كل مجالات. شكراً لمعالي الوزير في حضوره وشكراً للسيد المدير العام والنقابة الأطباء والسادة المدراء العامين من المحافظات العراقية العزيزة وأخواتنا وأخواننا الأطباء وكل من حضر إلى هذا المؤتمر. إن شاء الله دائماً تقدم هذه المؤسسة الصحية وإن شاء الله دائماً كربلاء المقدسة هي السباقة في كل خطوات على مستوى تقديم الخدمة أو على مستوى العلمي أو على مستوى الأداء. حياكم الله ووفقكم الله، شكرا جزيلا لقامي على هذا المؤتمر، أتمنى لهذا المؤتمر النجاح بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما كلمتي تكون أجلب وأفصح وأوضح، وهذا اللي فيما بعد راح يكون مطلوب. فعذرا إذا كانت الكلمات أو الكلمة اللي راح أقدمها دون المستوى المطلوب. السيد المحافظ قدم باختصار كل البرنامج الصحي في محافظة كربلاء، لكنه يمكن في هذا المكان أولا أريد أقدم شكري وتقديري أولا للسيد معالي وزير الصحة المحترم اللي هو بدأ هذا المشروع في عهده الأول ووقع على إنشاء هذا المستشفى، واللي هو يعتبر المستشفى الأول في كربلاء منذ عام 1973 لم تنشأ مستشفى حديثة في كربلاء منذ تقريبا أكثر من 40 سنة، فكان هذا المستشفى الحديث الأول رغم الصعوبات اللي مر بها والمراحل بسبب ظروف البلد، لكن الحمد لله شهد النور على يد وافتتاح على يد السيد محافظ كربلاء المقدسة الداعم الرئيسي لهذه المؤسسة. ويمكن بدأنا بافتتاح هذا المشروع في وقت صعب جدا، لم تكن هناك موافقة، لم تكن هناك تأسيسات مالية، مستشفى كبير حديث هاي كربلاء يعني يكون ومشتاقين لهذه الخدمات في هذا المستشفى. بدينا بمبالغ قد تكون بسيطة جدا، وكل من كان يعني يحضر يعني يستصعب كيف انه سوف تعمل هذا المستشفى. لله الحمد بدأنا خطوات وبرنامج بسيط جدا وفترات انتقالية في افتتاح كافة أجزاء هذا المستشفى، ولله الحمد الآن المستشفى تعمل بكل طاقتها. كل الشكر والتقدير
لجهود متسكي دائرة صحة كربلاء لكافة الكوادر والملاكات على دورهم في إكمال هذا العمل وهذه الخدمات. شكري وتقدير للسادة الحضور في يعني الجامعات كلية الطب الزملاء الداعمين في محافظة كربلاء المقدسة الدوائر، وأنا ممتن جدا حضراتكم عذرا مرة أخرى ما كنت محضر كلمة لكن هذه الكلمات صارت. شكرا جزيلا سيد الوزير وسيد المحافظ وسادة الحضور.
السلام عليكم. يلا عليكم السلام. حدثنا اليوم عن أهمية هذا المؤتمر اللي قمته بكربلاء المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احضرنا المؤتمر الثاني للعلمي الثاني لمستشفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في محافظة كربلاء، ومع الأخ خدمات التي قدمتها هذه المستشفى منذ افتتاحها لغاية اليوم، وشاهدنا العمليات المتميزة والخدمات الطبية المتميزة. بالتأكيد هذا المستشفى لا يخدم فقط أهالي كربلاء، يخدم إضافة إلى أهالي كربلاء كافة الزوار، إضافة إلى المراجعين الذين يبحثون عن خدمات تخصصية عالية المستوى. إن شاء الله العام القادم يكون الأداء أفضل. شكري وتقديري لكل العاملين في هذه المؤسسة، شكري وتقديري للأخ محافظ كربلاء على دعم المستمر واللامتناهي لقطاع الصحة في المحافظة، وإن شاء الله ينهض الواقع الصحي في البلد بجهود الجميع. طيب معالي الوزير. واحد كافي. أوكي سيادة المحافظ، سؤال أخير. سيادة الله يحفظكم. سيادة المحافظ، اليوم إنه رأيكم في هذه المؤتمرات اللي تقام في دار صحة كربلاء المقدسة والعمل لوزارة صحة كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم حضورنا في هذا المؤتمر، صراحة هذا الصرح الطبي الكبير اللي يحظى برعاية ودعم معالي الوزير المحترم اللي يقوم بدعم الواقع الصحي بشكل كبير على مستوى العراق وفي كربلاء المقدسة بشكل خاص. هناك أهمية كبرى لهذا القطاع الذي يقدم خدمات لأهالي كربلاء وإلى زوار كربلاء المقدسة. الحمد لله القطاع الطبي في كربلاء في تقدم كبير. هذا الصرح الطبي مستشفى الإمام حسن المجتبى في مؤتمره اليوم، هذا طبعا هو تطوير قدرات وكذا تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة لهذا الصرح الطبي. تعدى حاجز 1,000,000 مراجع منذ افتتاحه طبعا إلى الآن. عمليات جراحية عالية النوعية، وكذلك هناك أعمال متميزة ومميزة في هذا الصرح الطبي. أكيد المحافظة دائما بدوام التنسيق والتعاون مع معالي الوزير المحترم وكذلك مع دائرة صحة كربلاء المقدسة، الهدف الأساسي هو الوصول إلى أفضل خدمات إلى مواطنينا. شكرا لك. الله يبارك فيك. الوزير اليوم أنه أنا آخر مستنتجات هذا الاجتماع اللي مستشفى الإمام الحسن المجتبى دائرة صحة كربلاء المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم زيارة إلى دائرة صحة كربلاء المقدسة وبداية الفرق التابعة إلى دائرة التفتيش. عملنا زيارات إلى المؤسسات الصحية، بعد ذلك تم الاجتماع مع الأخوة مدراء المؤسسات الصحية، مدراء المطار، مدراء الأسنان، وسيد مدير عام الدائرة، ومع الفريق الزائر، وتم مناقشة واقع الخدمات الصحية في كربلاء، نقاط القوة ونقاط الضعف والمشاكل، وتم الاتفاق على الحلول ومعالجة هذه الحلول. بالنتيجة إنه كان الأداء الصحي لدائرة صحة كربلاء مرضي، وحجم المشاكل قليل جدا مما قرن بالماضي. بعد ذلك انتقلنا إلى مناقشة المشاريع الجديدة وتصورات مستقبلية لتطوير العمل في دائرة صحة كربلاء، وأيضا استضافينا المهندسين القائمين على إكمال مستشفى النسائية والأطفال في حي الرسالة. والحمد لله والشكر بعد المناقشة كانت الأمور جيدة، أيضا نسبة الانحراف لا تتعدى 1% عن المخطط. إن شاء الله المستشفى يدخل العمل في بداية عام 2025 دائرة بصورة عامة. الخدمات اللي تقدمها خدمات مرضية بالرغم من الأعداد الكبيرة جدا للمراجعين، وخاصة في زيارات المليونية وزيارات أسبوعية لأيام الخميس والجمعة. الشكر والتقدير لكل الكادر في دائرة صحة كربلاء على هذه الخدمات.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حدثنا اليوم عن زيارة معالي وزير الصحة إلى كربلاء المقدسة وما هي النتائج التي خرجت بها من هذا الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. حقيقة اليوم تشرفنا بزيارة معالي وزير الصحة والسيد مدير عام التفتيش والوفد المرافق لهم أولا لحضور المؤتمر العلمي الثاني لمدينة الإمام الحسن الطبية المستشفى التركي بعد مرور عامان على افتتاح هذه المستشفى للاطلاع على كافة الخدمات والاختصاصات والخدمات الطبية التي تقدم في هذه المستشفى. كذلك تم عقد اجتماع مجلس إدارة برئاسة معالي وزير الصحة لتبيان آخر مستجدات الموازنة والتخصيصات المالية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وكافة الأمور اللوجستية الأخرى لدائرة الصحة، بالإضافة إلى استمعنا إلى ملاحظات الفرقة التفتيشية على مؤسساتنا الصحية وتذليل عقبات أمام بعض المعوقات التي تقف في الخدمات الطبية، بالإضافة إلى تم عقد اجتماع آخر مع دائرة المهندس المقيم لمستشفى النسائية والتوليد والأطفال في حي الرسالة للإطلاع على نسبة الإنجاز التي وصلت تقريبا 43%، وإن شاء الله من المؤمل أن تدخل هذه المستشفى حسب معايير العمل وجدول الخطة للعمل للشركة المنفذة في سنة 25. استمعنا إلى توجيهات معالي وزير الصحة والتأكيد على الإسراع بافتتاح هذا المستشفى، والحمد لله كانت الزيارة مثمرة ومفيدة وداعمة لدائرة صحة كربلاء. كيف كان تقييم لجنة التفتيش إلى دائرة صحة كربلاء؟ والله يمكن حضرتك سمعت التقرير الإعلامي، كانت مرضية، الخدمات جيدة. طبعا بالتأكيد احنا نطمح للأفضل، كربلاء يأتيها زوار كثيرين في الزيارات المليونية وكذلك الأسبوعية، لدينا يوميا تقريبا من باقي المحافظات أيضا زيارات، لأن أصبحت الوصول إلى كربلاء سهل بالخدمات والمنتجعات السياحية وغيرها، فلذلك هذا أيضا تحتاج من عندنا تقديم خدمات طبية، ولله الحمد كانت الخدمات متميزة بإشادة المرضى. أكو خطة توسيع إلى يعني الدوائر الصحية في كربلاء أو المستشفيات في كربلاء؟ بالتأكيد هناك عندنا خطة للعام 24، هناك خطة في مستشفيات جديدة، مستشفى وضع حجر أساسي، مستشفى 100 سرير في الجدول الغربي، مستشفى القرض الياباني، أيضا على وزارة الصحة 17 مركز صحي تم تهيئة أراضي القطع الأراضي ورفع على وزارة الصحة لغرض إدخالها في مشروع 24، بالإضافة إلى عندنا مجموعة من المشاريع التي سوف يتم افتتاحها العام المقبل، أجهزة طبية على مراكز صحية، على بنى تحتية إضافية، عندنا خطة كبيرة حقيقة للتوسعة، لأن كربلاء تستحق أن نتوسع لكثرة الخدمات، كثرة الزائرين، كثرة المراجعين، فتستحق أن نقدم لها الكثير إن شاء الله. اليوم حدثنا قبل الختام أنه دكتور هل خصصت ميزانية إلى دائرة صحة كربلاء المقدسة من خلال هذه الزيارة؟ هو حقيقة احنا اللي كانت عندنا حصة من الموازنة وردتنا والله الحمد تم يعني صرف نسبة كبيرة من عندها، منتظرين العام المقبل من المؤمل أن تكون لها حصة إلى دائرة صحة كربلاء استثنائية العام القادم على الموازنة الجديدة. كافة الموارد الحقيقة التي منحتناها الوزارة والمحافظة أيضا تم صرفها أغلبها على الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، نتأمل خيرا إن شاء الله من العام المقبل أن تكون حصة كربلاء أفضل وأكثر إن شاء الله. الله يحفظك. دكتور غني عن التعريف، الاسم والصفة؟ دكتور صباح الموسوي، مدير عام صحة كربلاء. شكرا لك دكتور. أحبتي المشاهدين ومتابعي قناة الأيام الفضائية، إلى هنا نختم جولتنا لهذا اليوم مع السيد معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي في كربلاء المقدسة. انتظرونا بتغطية قادمة إن شاء الله، نلتقيكم على محبة الله والوطن.